سحبناه من الجلد. سحبناه من الجلد. أخذ الفكرة منه وأنا أطبق بالبيت. قطع الدنيا. اسكت. نص ساعة. بعدين مثل قلب الكيك شايف؟ وهي خبزاتنا تمام. يا واد السلط قلبي من دواليك، وإذا تعتل أنا قلبي دواليك. يا ليت القلب طير انفعال ليك ويغني لك عتابة وميجنة. احنا اليوم بالسلط الجميلة، السلط يقولوا لها أم الأوائل، مدينة الذهب الأصفر، مع الشف الفخم مراد أبو سبيتان بشف البرية. طمنا عنك. والله نحمد الله، شلونك؟ كيف صحتك؟ الله يسعد قلبك. امورك تمام؟ مية مية. طبختنا اليوم سيدي صينية السالمون مع البطاطا. هاي صينية السالمون مع البطاطا هي اسمها بودق سالمون، وهي أكلة سويدية. احنا بنحكي عنها صينية سالمون عشان نخفف على الناس لفظها وشغلها. شف مكونات صينية السالمون مع البطاطا. سيدي السالمون مع البطاطا عندنا سالمون مسحب من الجلد ومقطع، وعندنا البطاطا اللي حطيناها على النار عشان تنسلق، وعندي الشبت، وعندنا الليمون، وعندنا الخلطة تبعتها اللي هي الحليب والكريمة والبيض والملح والفلفل. مية مية. والزبدة مكون أساسي راح يكون فيها. طيب نجي للسلطة. السلطة سيدي، السلطة هي سلطة كينوا مع الفاصوليا الحمراء مع البندورة التشيري مع الكزبرة مع البصل الأخضر مع الفليفل الحلوة الألوان. واسمها؟ كينوا مع أفوكادو. على بركة الله نبلش؟ نبلش سيدي. يلا. احنا اليوم قطعنا احنا السالمون زي ما انتم شايفين هون، وسحبناه من الجلد. سحبناه من الجلد. 100 100. نشيل هاي ونبلش بالسلطه. وتفضل اعطيني اياها. ايوه امورك تمام. هسه بدي منك تعطيني الفلفل الحلو الالوان. هاي واحده، هاي ثنتين، وهاي ثلاثه، والصفرة اربعه. تمام سيدي 100 100 على بركه الله. تفضل اعطيني اياها هان عشان نبلش ايش نقطع مكونات السلطه. ترى الحلو بالموضوع اني انا كل ما استضيف شف اتعلم منه، اخذ الفكره منه وانا اطبق بالبيت، او اذا طلعت مع الاهل رحله او بريه اطبقهن. يا سلام عليك. وبعدين اذا نسيت شيء ارجع للحلقه. عاشف البريه مراد، شفت صقر؟ شفته ما شاء الله عليه، قطع الدنيا ما خلى الكوخ تبعه كلا، طلع لد من هان من هان. صحة النبي حبيبنا صقر. اسكت تاكل بندوره صقر. راح نحط مكونات السلطه على الصينيه هاي كون احنا في البريه. اخذ راحتك. طبعا يا شيف اذا بدنا نسولف عن السلطه يقولوا لها ام الاوائل ومدينه الذهب الاصفر. ام الاوائل من المبدعين اللي فيها ما شاء الله. ومدينه الذهب الاصفر اذا تلاحظ حوالينا اغلبيه بيوت السلطه القديمه من الحجر الاصفر. بعدين هون احنا في داركم. عنا البيت تبعكم. والله شرف لنا سيدي. اخوي محمد هسه احنا راح نخلص الفليفله تمام، تقطيعها كامل 100 100 كلها مربعات. طبعا هاي السلطه غنيه في المواد والبروتين، يعني البروتين هي وجبه، وهي وجبه كامله. انا اعرف انها الفليفله الحمراء بالذات غنيه بالبروتين والحديد. بعدين احكي لك شغله عن احنا انا عملت الكينوا، بس بدي اقول لك كيف بنعمل الكينوا. الكينوا كل كاسه كينوا بدها كاستين مي. كاسه كينوا بنغسلها وبننقعها 10 دقائق مي فاتره، بعدين بتجيب كاستين مي بنحطهم بطنجره مع شويه ملح بنخليها تغلى، بنصفي الكينوا وبنحطها في الطنجره ونسكر عليها ونوطي عليها ثلث ساعه، تطلع 100% زي ما انت شايف، تطلع كل حبه بحبتها. طريقة سلطة الكينوا مع الأفوكادو، البداية راح نقطع الفليفل الحلوة، بعدين راح نقطع البندورة، بعدين راح نقطع عليها الكزبرة والبصل الأخضر، وبالآخر راح نحط عليها الأفوكادو نعمل، والفاصوليا الحمراء ما ننسى الفاصوليا الحمراء والكينوا راح نضاف عليها، بعدين راح نحط عليها آخر إشي الأفوكادو ونحط عليها الدريسنج تبعها اللي هو زيت وليمون وماستر وشوية ملح وشوية فلفل، وكون أمور السلطة جاهزة 100% 100 100 على بركة الله. يلا نقول يا رب. يا رب. موسيقى
هسا راح نبلش بالطبق الرئيسي. هذه أساسية الزبدة عشان ما تلزق، مزبوط؟ مية مية. بعدين الزبدة بهاي الطبخة ضرورية. نجي لطريقتها بالنسبة للتصفيت. راح نصفط البطاطا تحت، تمام. بعدين نصفط فوقيها السالمون مية مية، بعدين الدل والليمون، بعدين كمان طبقة يا أخوي. طبعا السالمون ما بده وقت طويل على النار، والبطاطا مستوية. مستوية مية مية. الطبقات صارت جاهزة شف. مية مية. المرحلة الأخيرة. المرحلة الأخيرة راح نحط الخلطة اللي حكينا عنها. تمام. عليها. حركها كويس. أيوة. هذا آخر شيء. وآخر شيء بعدين على الفرن. يلا على طول. أو على الحطب. اللي ودك إياه، عندنا فرن حطب. الله الله. هذه تشريبة. هيك امورها 100%. يلا على الفرن سيدي، على الفرن. اعطيني عنك عشان قول يا رب. يلا بعد ما خلصنا السلطه وقطعنا كل المكونات، راح نبلش بالدريسنج. حطينا الخردل، وراح نحط عصير الليمون، نحط الليمون عصير الليمون، ونحط زيت الزيتون، نحط ملح والفلفل. هسه بعد ما وزعناه راح نجيب هاي عشان نسكب فيها السلطة. أنا عجبني منظرها، وراح نحرك كل المكونات مع بعض. هسه آخر إشي راح نحط ايش؟ الأفوكادو على الوجه. هيك سلطتنا صارت جاهزة، وهاي من نصيب صقر. نص ساعة ان شاء الله نمورها تمام. مية مية ان شاء الله. الباب. يلا خلنا سابق. يلا. اوه. اوه. منظر. بعدين مثل قلب الكيك شايف. هذا هو. وهي خبزاتنا تمام. ابدعت يا شيف مراد. الله يسعدك. يعني صحة وعافية. الله يسعد قلبك. يعني العصر والمغرب والليل بالسلط، وقرب علينا العشاء. ودنا نذوق، بس قبل ما نذوق ودنا نشكرك، ونحب نشوفك دائما معنا. الله بشف البريه. والله بشرفني، بتشرف فيك. والله والله انا بتشرف اكثر. الله يستخدمني. الله يعطيك العافيه. الله يعافي قلبك. صحه وعافيه على قلبك. ودي انهي واحنا ناكل. يلا تمام. يلا بسم الله. نشوفكم بحلقه جديده من شف البريه، وموقع سياحي جديد، وشف فخم جديد، بامان الله.